كنا في السبيطار مع امي، هي انا كانت وفجينا صافي لقينا فهمتي حسينا بالزلزال تما في السبيطار بالضبط، وفجينا لقينا الدار كلها مشات فهمتي، وفجينا نعسنا هي في هنايا بالضبط، هنا بالضبط من ديك الساعه حنا هنايا، امي عيانه وما عندهاش مسكينه فين تدخل ولا فين فهمتي، عيانه بزاف والبرد والشمس، وفاش سميتو عاد ديك الساعه ولينا من ديك الساعه حنا ناعسين هنا، وخفنا بزاف والله. مناش خايفين؟ خايفين ما فهمتي، السيده مريضه ما كاينش فين تدخل، ما كاينش حتى حاجه والو فهمتي، الدار كلها مشات كلها ما كاينش فين تدخل مازال، ومن هذيك الساعه حنا ناعسين هنايا، سول فينا حتى حد ما جا لنا حتى حد نهائيا، تقول نهائيا واش جا شي حد ولا سول شي حد نهائيا والو. ودابا حنا مقبلين على الشتاء، الشتاء ممكن ان هذا الشيء اللي بقى غدير طيح. اه الا جات الشتاء الضربه تمشي كلها، داك الشيء اللي بقى فيها باغي يمشي فهمتي، وماشي زعما مازال تدخل وتسكن فيها لا نهائيا، ما بقى ديال السكنه تقول كلها مشات، لا بيوت لا كلشي، راه كلشي شتو بعينيكم كلشي مشى. حنا بدواري تسموقن هذيك الليله ضربوا الحيوط، خرجنا تنجرو هربنا من الاخر عما الصباح نضنا لقينا كاع الدنيا تسقات، ما تلينا قدينا باقي ندخلوا لشي بيت، راه انت شتي كلشي على عينك، راه حنا دايرين غابريري كفاش مسقرين، ولا جاتنا شي شتا راه غادي يكملوا هذوك الشقوقه، وبنت كرسو حنا ما كاين الميكا ما كاين حتى حاجه، ولا اله الا الله محمد رسول الله، حمدنا الله وشكرنا لك. جا عندكم شي حد سول فيكم؟ اه سول فينا حتى حد، انتم الاولين تقول عمر شي حد سول فينا، لا مقدم ولا شيخ ولا قيد ولا تقول عمر شي واحد ما زا سول فينا اش درت هو شيك ماشي بس ما كاين، ولا ياك ما طاح عليك مشي حيط، ولا تقول اللي قال لك رقب علينا شي مقدم ولا شي حاجه هو يجيبوا لينا.